السلام عليكم ورحمة الله. القبض على الموديل أماني إحسان مواليد 2003 في منطقة القراض، وهي تهرب المخدرات من أربيل لبغداد، وعند اختفائها لعدة أيام تبين أنها في شعبة القراض. بعد أن قامت قوات مشتركة من الأمن وقوات استخباراتية من قوات القرادة، من خلال المعلومات تبين أنها تقوم بتهريب مادة الكريستال من أربيل إلى بغداد، وتم إلقاء القبض عليها. أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.